برسالة محبة من أرض السلام مصر. كل سنة وكل المصريين طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كلنا شفنا على شاشات التلفزيون افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر. وفي يلا شو النهاردة ما نسيناش بهجة العيد، سواء في الجمال اللي هيكلمنا عنه خبير تجميل النجوم شادي سليم، هيقدم لنا أحدث أنواع التاتو في 2018، وإزاي نخس بطريقة جديدة مع مدربة الرقص التنحيفي علا سالم، وأخيرا معانا بهجة الغنوة والصوت الجبلي الأصيل الفنان اللي منورنا في يلا شو في ليلة العيد فادي يزبك. استنوني وأولى فقراتنا. كلنا سمعنا عن تاتو الحواجب، لكن في انواع كتيره من تاتو الحواجب. ممكن تاتو العادي، ممكن تاتو المايكرو بليدنج، ممكن حاجات كتيره، الهير باي هير او الشعره بشعره، حاجات كتيره احنا مش عارفينها. احنا وناس كتيره عملت تاتو وكمان ما كانش سليم قوي يعني، او الشكل بتاعه ما كانش مظبوط قوي. هل يا ترى ينفع يتعالج احنا في وقت الاعياد وحابين نتعرف على كل حاجه تجميليه بالنسبه لنا؟ اللي هيقول لنا الكلام ده خبير التجميل وخبير التاتو شادي سليم. اهلا يا شادي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. احكي لي بقى، اولا الحاجب مهم قوي قوي لاي ست طبعا، ورسمه الحاجب بتفرق جدا طبعا، وبتتغير مع الموضه مش كده؟ هو الموضوع اكتر من انه موضه، هو اللي يليق عليكي انت ايه. تمام، لان في ناس بتمسك حاجه تخص الموضه وبتطلع بره الشيب بتاعها، بره شكلها، بره عظم وشها، بره ملامح عينيها. فهو الموضوع اكتر إن ازاي نوظف الموضه دي في اللي يليق على وشك انت. تمام. تمام. كله طبعا زمان عمل تاتو الحواجب القديم، يعني كان مبوظ الموضوع خالص معاهم. دلوقتي هو الجديد ان احنا نحاول نظهر بالشكل الطبيعي الناتشرال زياده عن اللزوم. اوكي. يعني انت كانك مش عامله اي حاجه، فبتصلحي ديفوهاتك بقى. يعني مثلا في راس موجوده، راس مش موجوده، بنعمل فيها شويه شعر، بنظبط الديل شويه، بنظبط الرسمه شويه، نعمل شكل طبيعي. بس ما بتلعبش في الحاجب كله؟ لا، في برضه ناس بتحتاج الحاجب من الاول للاخر. يعني مثلا التاتوهات القديمه احنا بنضطر ان احنا يا نخلي فيها شويه هير باي هير، يا اما نشيلها ونعملها من اول وجديد. يعني نخفي اللون شويه ونعمل عليها هير باي هير او مايكرو بليدنج عشان يظهر طبيعي شويه، يطلعوا من الشيب بتاع ان هم كانهم عاملين ميك اب 24 ساعه. يعني شيب الحاجب ده بنطلع منه خالص. اوكي. بنعمل برضو حاجه كده لذيذه يعني. ده لا، بص شادي، قولي احدث حاجه اللي هي في 2018 ايه؟ احدث حاجه المايكرو بليدنج، ويكون في شيد. يعني ما يبقاش يعني ما يبقاش مجرد شعر بس موجود. لا، يبقى شعر. المايكرو بليدنج اللي هو الشعر. المايكرو بليدنج اقرب حاجه لشكل الشعرايه الطبيعيه. اوكي. بس هي في مشكله صغيره فيه، ان هو ما بيقعدش فتره طويله، يعني بيقعد شهرين، كل شهرين محتاج ريفيل عليه. لان هو سطحي قوي، يعني مش درجه، يعني في اوائل الدرجات خالص، فهو اللون ما بيثبتش ثبات اللي هو هيقعد فتره طويله. اوكي. بلس كيمياء جسمك. انت كيمياء جسمك ممكن تخلي اللون يقعد فتره طويله، ممكن يقعد ما فيش شهور. اوكي. يعني بيختلف من شخص لاخر بالنسبه طبعا لتقبل الجسم ليه. كميه جسمه بتقبل اللون، بتقبل دخيل ان هو يفضل موجود في الجسم كتير ولا لا. اوكي. بلس ان احنا بقولك بنعمل دلوقتي هير باي هير بسماكه شعرك الطبيعيه. يعني انت شعرك لو الحاجب نفسه شعرايه تخينه شويه، بنعمل الابره بحجم تخين، حجم رفيع بنعمل بحجم انت رفيع. انت بتقدر تتحكم فيها طبعًا. طريق الابره نفسها. فاحنا بنوظف بقى اللي انا شايفه مناسب ليكي مع الموضه اللي انت عايزاها. لا عليكي كده تمام. اوكي. محتاجه بس حاجه. بس حلوه الفكره بتاعت انه بيتغير كل شهرين، يعني على اساس ممكن انه مثلا تحتاج تعمل عليه ريفيل او تشيله وتغير شكله. وفي ناس بتحب الحاجه تقعد معاها فتره طويله، فعايزينه يقعد مثلا 8 شهور. يعني هو التوتال من 6 شهور 8 شهور. ففي ناس بتحب حاجه على اساس يصحوا من النوم ينزلوا على طول، مش هيفضلوا بقى قدام مرايه يعملوا في حواجب ويتعبوا نفسهم والكلام ده. ففي ناس بتستسهل اكتر موضوع انا عايزه حاجه تقعد معايا فتره طويله، على اساسها بقى ان انا خلاص ارتحت من موضوع الحاجب ده خلاص. تمام. برضه هي المشاكل الكتير دلوقتي مشكله ان اللي عاملين تاتو قديم وبيطلعوا منه التاتو جديد.
تمام. دي برضو مشكله ان احنا بقولك نعمل باك جراوند مثلا بلون بيج اقرب حاجه لون الجلد ونعمل عليها الهير باي هير عشان يبان ان هو ناتشرال شويه. يعني انت بتفتح اللون بتشيل بفتح اصلا التاتو القديم بلون بيج. هو مفيش حاجه بتشيل تاتوهات قديمه. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنخفف. اشمعنى ان في حاجه بتشيل التاتو؟ لا بصي، هو الثبات مفيش حاجه غير الليزر، والليزر بيدوب اللون جوه فبيبان برضو شويه اثار ان في تاتو. اوكي الموضوع كله بيحصل كالاتي، احنا بندي باك جراوند بيج باقرب لون لجلدك، بنخدع العين شويه فاللي بيظهر ان انت خلاص مفيش تاتو، بنعمل الشعر فالشعر بيداري اللون البيج اللي جوه فكانه شعر وجلد، ما يبانش ان الموضوع في حاجه قديمه او كده. بنعمل باك جراوند بس نشتغل عليها. بتعمل باك جراوند بيج؟ بيج باقرب بيج للون بشرتك انت. يعني ما بيبانش خالص. لا هي فكره بجد، دي اول مره اسمعها على فكره، ان نعمل باك جراوند بيج. في ناس كتير توصلت لموضوع الليزر، بس الليزر بيضر شويه الجلد تمام. اللون بيفضل باهت موجود زي ما هو، فطلعنا منه بموضوع البيج ده، نجيب اقرب حاجه لجلدك انت عشان لما نيجي نعمل هير باي هير فالباك جراوند بتاعته تبقى جلد طبيعي، ما تبقاش حاجه فيها كالرز يعني بتبوظ حتى اللون، لان برضو التاتوهات القديمه كان ثلاث ارباعها اسودات وده غلط. المفروض ان انت بتلعبي في البنيات لان الاسود بيلعب مع كميه الجسم فبيتغير زيتي. حتى بيتهيألي لو واحده حتى شعرها اسود مش مفروض تعمله اسود، بني غامق، دارك براون، تشوكلت براون، ممكن براون عادي تمام، لان انت مش شرط ان حاجبك يكون لون شعرك. صح. تمام. والاسود في الجسم كله بيتغير، بيقلب زيتي، بيقلب جراي، بيقلب كحلي، فانت مش هتعيشي بحواجب جراي مثلا. طب بيقلب ده بقى تبع نوعيه الحبر نفسها؟ كميه الجسم مثلا. لا ملوش دعوه. هو يعني هتشوفي بره مثلا فنانين، هتشوفي بره لعيبه كوره عاملين تطوات على جسمهم لونها اخضر، هي مش خضراء، هي اسود بس كميه الجسم بتغيرها. هو طب ايه 3 دي يا شادي؟ بس ال 3 دي والهير باي هير وال 1 باي 1 الثلاثه دول هو تكنيك ان هي تبقى شعرايه. دي بتتعمل بماشين، مش بتتعمل بالمشرط اللي هو بتاع المايكرو بليدنج ده. دي بتتعمل بماشين، احنا بنتحكم بس في سمك الشعرايه والشكل. يعني عايزين شعرايه ستريت مثلا، عايزينها بكيرف شويه، عايزينها بس اوريدي. انت ستيل بتتحكم بشطارتك. يعني بايدك انت اللي بترسم بيها، الموضوع مش مكنه يعني او كمبيوتر أكتر. هي المكنه هتديكي الشيب اللي انت عايزاه بس بايدك، فاهماني؟ هتديكي السمك اللي انت عايزاه. يعني مثلا معاك الادوات كلها اهي. دول ده مكان بيرسم على الجسم، وفي نفس الوقت بيتعمل بيه برضه حاجات التجميل بس للمحترفين شويه اللي هم متعودين على المكان نفسه اللي هو بقى لهم كتير بيشتغلوا. ده بيعمل هير باي هير، وبيعمل ال 1 باي 1، وبيعمل 3 دي، بيعمل شفايف، بيعمل اي لاينر، بيعمل كل حاجه. اوكي. ده بيقعد فتره مثلا من ماكسيمم من 6 ل 8 شهور، وبرضه حسب كميه جسمك. اوكي. في دي ده برضه ماشين بيعمل برضه هير باي هير، وبيعمل شفايف بس للمبتدئين او حاجات تجميليه خفيفه. لكن مش رسم كتير، مش كذا حاجب هيتعملوا في نفس الوقت مثلا، الـ الـ الباور بتاعها قليل شويه. اوكي. ده القلم بتاع المايكرو بليدنج. هو المايكرو بليدنج بقى مانيوال، يعني كل دول بيتركب لها اجهزه باور سبلاي وحاجات عشان تشتغل. لكن المايكرو بليدنج بيبقى مانيوال، المفروض الابر بتاعته تتركب فيه والشغل كله بالايد كانك بترسمي لوحه. تمام. فاحنا برضو انسب حاجه ان احنا بنعمل المايكرو بليدنج على رسمه شعرايتك نفسها، يعني عندك يعني الراس مثلا طالعه لفوق نطلع معاها لفوق، جاي بعد كده بكيرف ننزل بكيرف، نيجي في الاخر بننزل لتحت، فبنمشي بشكل الشعرايه. لا عشان انت المره الجايه لازم تجيب لي موديل وتوريني بقى. طبعا. تديني انا الكورس بقى. يعني فكره يا جماعه شادي بيدي كورسات. انا بدي كورسات بسبب المشاكل اللي حصلت. بس ما علمتنيش النهارده. انا بشوف مشاكل اصلا كتير، بيجي لي ناس يا عيني متدمره، حاجب فوق وحاجب تحت، حاجب عريض وحاجب رفيع، راس مش عارف ايه. فقلت طب ما احنا يعني هيثم ذهب عامل اكاديميه تخص اي حاجه تجميليه، فقلنا ندي كورسات فيها نطلع ناس على الاقل بتعرف تعمل حاجه. يعني ننسق الموضوع ان اصل ده جلد واللون يعني حرام، فحرام نبهدل الناس. وكمان مش يعني صعب يتصلح، مش حاجه صعب يتصلح. وفي نفس الوقت طب ما احنا ناخد اساسياته ونشتغل عليها. يعني الموضوع في فنيات اوكي، بس في برضه 1+1=2، هنعمل 1+1=2 هنطلع حاجه كويسه، مش لازم نبوظ كل حاجه. صح. بس طب انت عملت الفنانين؟ ها. عملت سمية الخشاب، عملت لبشرى، عملت صور معانا يا جماعه رزان. اهي رزان ميرابي، حلو قوي. سمية برافو يا شادي،
ده بيتهيألي احدث لوك لسمية. ده هير باي هير. طلعنا بقى شويه من موضوع التاتوات القديمه والكلام بس ده. بس هي كانت عامله تاتو قديم صح؟ كانت عامله تاتو قديم بس كان يعني حجمه صغير رفيع شويه. فاحنا لما جينا كبرناه شويه بالهير باي هير ادى برضه شيب شكله طبيعي شيب وفي نفس الوقت طبيعي. وفي نفس الوقت لايق على العين ولايق على الجبهه ولايق على عظم الوش. يعني الموضوع برضه بلس الموضه. دي رندا البحيري ده كان سيشن تصوير مع استاذ بقى عاشور. ده تاتو حقيقي ولا ده اللي بيتشال؟ لا ده بقى ده سبراي تاتو واقلام تاتو. اوكي. وفي حاجه اسمها اير براش تاتو، ده بيتعمل للافلام للمسلسلات للسيشنات للحاجات دي. حاجه يقعد قد ايه ده يا شيخ؟ هو ممكن يقعد معاكي سنه لو كل 3-4 ايام بيتعاد عليه. ده أوكي. رزان ها؟ دي رزان مغربي. طب قول لي بقى الرسمه دي طالعه موضه ها؟ هو الرسم على الرقبه يعني حتى اماكن الرسم اتغيرت مش كده؟ غير موضوع بقى موضه. احنا بنشوف اللوك اللي هتطلع بيه ايه؟ يعني بنوظف الجديد مع انت ليه عليك ايه؟ مع الشكل اللي هيتعمل ايه؟ مع الفانتازيا ايه؟ وبرده ان حد يعني رزان لبنانيه المفروض عندهم في لبنان بسم الله ما شاء الله يعني تاتوهات قد كده، فان هي برضو تفضل ان هي حد يعمل لها مصري حاجه زي كده في سيشن ده برضو كان يعني حاجه تقيله. تمام. فكل الموضوع احنا عملنا اسم رزان نفسه بقى، يعني الناس كلها شايفه ان التاتو جاي برسم بس. لكن حضرتك لو بصيتي هتلاقي اسم رزان، هتلاقي ار واي وزد فعلا. بص طب ابص بقى. هتلاقي الحروف كده ار واي فعلا حلو قوي. فانا بوظف. بس ده دائم ولا ده مش دائم؟ لا ده 3 ايام. حلو قوي. برضه بمناسبات او ويك اند او الحاجات دي يقعد بقى بيقعد. وممكن بالميه بيبقى احسن يقعد كمان من موضوع الحنه والحاجات دي، عشان الحنه الماده اللي بتثبتها مش يعني بتعمل التهابات للبشره الحساسه والكلام ده، فاحنا بنبعد عن اي حاجه تضر الجسم خالص، بنلعب في السيف سايد يعني. الصوره دي بشرة كانت مشرفاني قريب، ويعني ما شاء الله حد محترم جدا جدا، وهي كول اصلا، هي كلاسي وسيمبل وشها كله سيمبل، فاحنا كنا بنعمل حاجه برضو سيمبل اللي هو ما فيش تاتو، فاحنا بنصلح حاجب بس. بس حلو قوي على فكره. لا طب هي دي برضو كانت عامله اللي هو القديم ده؟ لا بشرى ما كانتش عامله تاتوهات، اول مره تجازف ان هي تعمل حاجه على وشها. بس برافو عليك، انت عامله سامبل قوي فعلا. وهي هي ملامحها، بقول لحضرتك احنا بنوظف الموضه مع ملامح وشك، يعني انت نفسك في ايه؟ نفسي في واحد اتنين ثلاثة. انا شايفه اكتر من رسمه، مش مرتبط بموضه يعني. لا بس الرسومات كلها حلوه، لايق عليكي يعني، لايق عليكي. هو الموضه دلوقتي ان هو هير باي هير او مايكرو بليدنج، فانا بوظف ده في ان انا اجيب لك حاجه لايقه عليكي يعني. ده مايكرو بليدنج مثلا. استنى بقى. اتفضلي. ايوه حلو قوي يعني. كانه شعر طبيعي، مفيش كانه طبيعي خالص. أي فرق. هو بس مشكلته في موضوع الوقت القليل، لان برضه مش كله بيحب الوقت القليل، عايز وقت اطول. طب وانت تقدر تخلي الوقت اكتر؟ يتعمل عليه ريفيل، كل شهرين يتعاد عليه، كل شهرين يتعاد عليه، هيقعد معاكي عايزه 3 سنين، ان قعده 3 سنين. دلوقتي بقى مالين يسالوني كلهم هيجوا لك. الريفيل بيبقى غالي بقى ولا ايه؟ بصي هو تكلفه المايكرو بليدنج اغلى شويه، عشان اول حاجه هي حرفيه اكتر من ان هي مواد مستخدمه، تاني حاجه انا بجيب الانك بتاع التاتو كله ما بين امريكي ما بين فرنساوي. طبعا بيفرق حاجات نوع الحبر طبعا يا شيخ. هو بيفرق في اول حاجه المايكرو بليدنج ليه حبر خاص خالص، لزج شويه. اوكي. عشان احنا بنشتغل سطحي خالص فيثبت على الطبقه السطحيه. اوكي. الهير باي هير او ده هير باي هير تعمل واحد بشكل واحد بشكل. لا 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 انا جايب الطبيعي، الطبيعي كان من غير راس خالص. اوكي. ومفرغ فاضي ما فيهوش اي حاجه، جايب اللي انا عملته يعني، بعمل واحد وبسيب الثاني عشان نصور ده اللي هو بيفور وافتر يعني. تمام. طبعا انت شايفني بسالك كتير على التاتو. لا انا تحت امرك. وعلى وخصوصا كمان التاتو القديم لما بيبقى موجود ومش عارفين يخلصوا منه. لا هو كل حاجه ليها حل. هو هو لو حد بيحب شغله وممارس شغله كويس هيطلع حل لاي حاجه. اوكي. يعني عايز اقول لهم محدش يقلق من حاجه، كل حاجه ليها حل، بس يعني ممكن حاجات تاخد وقت شويه يعني. انت بتفكر بتلاقي الحل ده، ولا هو بيبقى مثلا حاجه متعلمها او كده؟ هو كله طبعا تعليم بلس ان انت ممارسه. تمام. انا لغايه دلوقتي يعني انا بذاكر لغايه دلوقتي، بدخل اشوف ايه الجديد، بدخل اشوف تكنيك اجدد، بدخل اشوف حاجه توفر وقت، توفر تعب، توفر جهد يعني.
لغايه يعني ما فيش يوميا ممكن اتفرج اشوف اي تكنيك لازم ينزل جديد اجربه. وكنت بجرب الحاجات الاول على نفسي يعني حتى مقاسات ابر الوان. بتجرب على نفسك؟ بجرب في رجلي عشان برضو يعني مش هينفع استعمل لك حاجه غير لما اعرف دي هتعمل ايه، عشان انا لما اجي اقول لك انت هيحصل 1 2 3 يبقى هو ده اللي هيحصل، فاهماني؟ علشان كده انت ناجح يا شادي. تسلميلي يا رب، ده يعني علشان كده يعني احنا دايما انا سلكتف جدا لضيفي. مرسي، ربنا يخليك، وشرف ليا ان انا مع حضرتك. وكل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وخصوصا ان احنا كمان في مجال التجميل تمام، ومجال حساس شويه. صح، لانه صح. ده ما يعتبرش ميك اب، ده بيعتبر حاجه موجوده بتدخل الجسم، يعني انت زي الدكتور. صح، يعني تعقيم جهازك، نظافه حاجتك، هي كل حاجه، كل حاجه معقمه بتاعتك. كل حاجه معقمه واستعمال مره واحده، لان أيوة. برضو لقيت ان في ناس بتعمل مثلا النهارده عملت التاتو جايين في الريفيل بتاعه يقولوا لهم هاتوا الابره معاكم او خدوا الابره وهاتوها. لا ازاي يعني، في ميكروبات وفي دم ممكن يبقى نقطه دم طبعًا تنزل او كنت اتوسخت ولا هواء اي حاجه. فكل حاجه لازم تبقى معقمه واستعمال مره واحده بس، وتترمي يعني تتركب قدام الكلاينت وتترمي قدام الكلاينت بعد ما يخلص. تمام، دي رقم واحد يعني، اهم حاجه النظافه، وفي نفس الوقت انت شغلك يكون كويس. ما انت انا ما بكونش عارف حد ان هو مثلا فور اكزامبل رخيص او جنبي او جاي. أيوة او أيوة. واروح له من غير ما اشوف ايه الباك جراوند بتاعته، وخصوصا دي حاجه في جسمنا يعني. ده وشك. دي حاجه. حاجه ثانيه يعني. الوان التاتو، في الوان طبعا اوريجينال، في كوبيهات بقى يعني كذا أنا درجه. لا انا عارفه ان انت بتستعمل اوريجينال. هو لازم الالوان الاوريجينال بتبقى الوان معالجه كيميائي ان هي تفضل تحت الجلد من غير ما تعمل سايد افكت. تمام، لان ممكن لو مش اوريجينال تعمل حساسيه ولو بالظبط كده تعمل دوشه كتير يعني. طب ليه تبوظ الدنيا كلها يعني؟ نسق الموضوع. طبعا انا استفدت منك كتير ولسه هستفيد. انا هجي لك انا كمان. ده شرف ليا والله. وبالتالي المشاهدين استفادوا. ده شرف. وانا سعيده بوجودك معانا، وان شاء الله المره الجايه تجيب لي معاك موديل ونعمل لها الطبيعه قدام الناس ونوري لهم شطارتك. شرفت بحضرتك. ميرسي يا شادي جدا. شكرا، بشكرك لوجودك. استنوني والفقره الجايه. مع بداية السنة الجديدة الواحد مننا بيمسك ورقة وقلم وبيبدأ يقرر هيعمل ايه السنة دي. ولو انت من الستات اللي جربت كل انواع الرجيم عشان تخسي وقررتي انك هتعيشي الدنيا وبلاها رجيم وهتاكلي، يعني هتاكلي لانك زهقتي، النهاردة بقى في يلا شو بنقولك لا، هترجعي تاني للرجيم لكن بطريقة جديدة بعيدة عن الخنقة. وكلي وما تاكليش ورياضة وخنقة ودوشة كتير قوي. وكمان أوقات بنوصل لملل، عندنا فكرة جديدة قوي وهي فكرة الرأس التنحيفي. انت بتخسي وبتحسني الحالة المزاجية بتاعتك، لا وكمان بتطردي الطاقة السلبية والاكتئاب والقلق. وعلى فكرة تنفع للستات والرجالة والأطفال كمان. كل ده هنعرفه مع مدربة الرأس التنحيفي علا سالم. اهلا يا علا. اهلا بيكي، نورتينا حبيبتي. اخبارك ايه؟ خير طبعا الحمد لله. هنعمل ايه النهارده؟ هنتكلم شويه وهنرقص. الفكره انه الستات دايما عايزين يخسوا وبيملوا من الطرق المعروفه عشان الرجيم، وفي نفس الوقت بيبقوا عايزين يتعلموا رقص مش عارفين يتعلموا ايه. ففكره الرقص التنحيفي الورشه اللي انا عملتها بتجمع بين كل الحاجات دي، انه رياضه والرقص اصلا رياضه، وتاخدي منه متعته فده بيحسن الحاله النفسيه. وفي نفس الوقت احنا بنتعلم خطوات لانواع كتير من الرقص، شرقي افريقي هندي لاتن. وكمان على فكره هو الرقص كمان بيعمل بهجه، بيعمل يعني بتلعبي رياضه بشكل مختلف. احنا بنمارسه في حياتنا بس من غير ما ناخد بالنا، يعني في الافراح وفي المناسبات دايما بنرقص لانه هو مبهج جدا. وبيشيل القلق كمان، شيل قلق الاكتئاب وتنظيم للوقت، انه انت كل يوم ساعه في رقص فبداتي تعملي روتين لطيف ففي تنظيم للوقت تنامي احسن. طب قولي لي يعني ايه رقص تنحيفي؟ رقص تنحيفي هو مصطلح يعني فكرت فيه في 2014 عشان ان يعني الستات تستوعب الفكره، فكره انه مش بنخس بس، احنا كمان بنرقص، يعني بنتعلم رقص وبنستخدمه كرياضه فنخس، وفي نفس الوقت بنتبسط لانه بنبقى مجموعه كمان فبناخد من طاقه بعض.
ومن المزيكا وانواع مختلفه، ونعرف انواع كتير من الايقاع. الجسم نفسه بيتهيأ للحركه. طب خليني اتفرج بقى. تمام اوكي يلا بينا. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه تورته وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش على اللي يقول لي كلمه كانت بسيطه، بعدك مش متصنف مصيبه، العكس حتى انا حاسه مرتاحه وسعيده، ما طلعش انها حاجه وحشه عايش وحيده، هبدا حياتي بصفحه فاضيه ولسه بيضا وبشنطة شخصيات جديدة، أنا عارفة إنه زمانه ماشي يقول عليا، أنا واحدة شريرة وقوية ومفكرية، شايفين يا ناس الست دي عملت هدية، كنت بكسب أحمد وأنا بعيدة، حير شويه، انا قاسية ولا ده كله من كتر القاسية، لو حد عايز يعرف مين فينا الضحية يسأل عن مواقفنا القديمة، مقدرش انكر ان لسه في جزء سليمة، العكس حتى انا حاسه مرتاحه وسعيده، ما طلعش انها حاجه وحشه عايش وحيده، هبدا حياتي بصفحه فاضيه ولسه بيضا وشنطه شخصيات جديده، انا عارفه انه زمان ماشي يقول عليا، انا واحده شريره وقويه ومفكريه، شايفين يا ناس الست دي عملت هديه، اتفضلي يا حبيبي. ممكن نجمع بين اكتر من خطوه في تراك مزيكا احنا بنحبه. بس انا لاحظت حاجه غريبه قوي، ان كل واحد حابب يعمل حركه معينه بالزبط. بيعملها يعني هم بيتميلوا او بيروحوا بيجوا حسب احساسهم مثلا بالظبط، حسب الاحساس. هي دي الفكره اللي بتحقق اصلا الحاله النفسيه كويسه، انه انت حاسه المزيكا. حسيت ان انت بتعملي يعني بشكل مختلف، او طبعا هو اقوى شويتين كتير يعني ايه كنت لا انا حاولت يعني ايه ابقى وسط شويه، ما رضيتش اخلي الريت يعلى يعني. لا يعني هل ده اللي عمل تنحيفي قوي عندك كده؟ انت فعلا كده يعني جربتي ده؟ بمارس انت كنت امله مثلا من كده شويه مثلا؟ لا يعني انا طول الوقت بعمل ده، كل ما بزيد شويه يعني انا كمان كان الرياضه بتاعتك حتى في وقت الحمل انا كنت بعمل كده، برقص وبلعب رياضه يعني طول الوقت. يعني وانت حامل كنت بتلعبي رياضه بترقصي لا بس طبعا اكيد بشكل اهدى، شكل طبعا مختلف يعني يعني احنا كده كمان كنا بنلعب يعني بنشوف انه الجسم ممكن يتحرك ازاي مع تراك، يعني بنلعب دي الفكره. اصلا انا لاحظت ان انت حتى حركتي كل عضلات جسمك بالظبط، يعني هي الفكره في الرقص اللي هو بيخسس لانه بيحرك كل عضلات الجسم. انت بتدي كورس لده مثلا؟ يعني بتعمليه عندك مكانك بتعملي فيه دوت بتمرني الناس كده؟ انا في اكتر من مكان بيستضيفني يعني على مستوى القاهره وبعمل فيه ده، بنعمل يوم الاول نعرف فيه الناس بالفكره عشان يقدروا يختاروا يعني، وبعدين بتكون في ورشه يعني.
الرقص ده علشان يخسس ياخد وقت قد ايه؟ ده السؤال بقى اللي انا بساله على طول. هي الفكره انه الاول احنا ليه الوزن زاد، فكل واحد ظروفه مختلفه، كل واحد طبيعه جسمه مختلفه وحرقه وحتى بذله المجهود، يعني زي ما لاحظتي مش كلنا بنرقص بنفس المستوى. وكمان مش كلكم تنحيفي نفس المستوى بالظبط، يعني هم البنات معايا من وقت يعني وبداوا يمارسوا ده، فيعني وزن نزل شويه وبداوا يتحركوا. طيب دلوقتي بيقولوا لي ان في رقصه انت عاملها لنا مع الدف. طيب الدف يتفضل. يعني احنا عايزين نقول ان احنا ممكن نتحرك مع اي حاجه. يلا بينا. حلو قوي، ميرسي جدا، ميرسي. اتفضلي قولي لي بقى، تقدري تقولي لي مثلا، يعني انا شايفاكي بصراحه مع اي ايقاع بتعرفي تتحكمي في حركات في عضلات جسمك بالكامل، بتحرقي سعرات حراريه؟ ها اكيد، يعني هي ساعه رقص بتحرق من 300 ل 500 سعر حراري. ياه، من 300 ل 500، لانه بنحرك العضلات والعضلات لازم ساعه. يا لا، يا ريت اكتر من ساعه، يعني يا ريت ساعتين ثلاثة في اليوم. حد هيقدر يرقص زيك كده ساعتين ثلاثة؟ يعني الجسم لما بيتهيأ للحركه الاول، وده اللي بنعمله في الورشه، شويه تمارين بعدين بيفك، فبيبقى قادر على اي صوت، على حتى لو صوت جواه فيقدر يتحرك، او اي حركه مش لازم تكون شكلها بروفيشنال. او بس نقدر بقى ان احنا ناكل بس اكل مش دسم قوي، ونرقص ونهضم بالظبط، تنظيم بس مواعيد الاكل على الاقل يعني. نحاول. علا شرفتينا والمجموعه بتاعتك جميله، ميرسي على الفكره الجديده بتاعت الرقص التنحيفي. بشكرك جدا جدا، وان شاء الله تجينا في حلقات تانية ان شاء الله. ميرسي ليكي، شكرا. ميرسي علا، استنوني والفقره الجايه. صوت جبلي من قلب جبال لبنان، من منطقة جزيم اللي بتتمتع بطبيعة ساحرة واللي أثرت عليه بشكل كبير في أغانيه، كانت أغنية مراتي مجنونة بيا وبتغار كتير عليا، سبب كبير قوي في شهرته في الوطن العربي وبالذات في مصر. اهتم إنه يوصل صوته وفنه للعرب في كل حتة في العالم، العرب اللي عايشين في أوروبا وأمريكا، وكان بيعمل لهم حفلات للجاليات المصرية. كمان شارك بأغنية يا قمرة حلوة على بابي في فيلم لعبة الأشرار. معانا ومعاكم المطرب اللبناني فادي يزبك.
اهلا يا فادي. اهلا يا جينا، كل سنه طيبه وجميع الساده المشاهدين بخير، وسعيد اني انا معاكي النهارده بجد. يعني بجد يا فادي انت نورتني في يلا شوف. ربنا يخليك يا رب. يعني تسلمي. كنت حابه قوي حابه قوي انك تكون موجود النهارده في يوم عيد علشان نعيد على الناس ونفرح ونغني ونقدم لهم حاجه حلوه. ده شرف ليا ان يكون موجود معاكي، وكل سنه وهم طيبين وحضرتك طيبه وكل الامه العربيه ومصر بخير ان شاء الله. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. المصريين كلهم مفتقدينك والجمهور العربي كله مفتقدك. ايوه، ما الواحد بيختفي شويه وبيرجع شويه لا ما تختفيش بقى عننا. لا موجودين دايما ان شاء الله دايما. طبعا طبعا. مصر منوره باهلها واحنا بنحب مصر جدا. طبعا طبعا. اسمح لي ارحب بالموزع الموسيقي احمد عبد العزيز. اهلا يا استاذ احمد، انت شرفتنا وبجد تعبناك معانا وتعبينك معانا. اهلا بيك اهلا بيك. طيب سمعني بقى اغنيه يا ما رقصت انا عليها. اني بقى مراتي. يا مراتي. أيوة. برضه ايه دي مراتي مجنونه بيا، دي مجننه الستات كلها. دي اللي خلتني اول حاجه يعني. دي اول حاجه تعتبر البدايه. اول واحد تكون مراته بصراحه وش السعد عليه بالدرجه دي فعلا. يعني انت مراتك فعلا ده كان حقيقه. كان بغني لها عشان هي بتغير، راحت الغنوة ضربت معانا. لا والله. طب يلا غنيها لي بقى لو سمحت. انا هستاذنها ان هو النهارده هيغنيها لنا احنا لو سمحت. يلا شو والستات مصر كلها اللي مستنياك. اتفضل يا فادي. يلا. مرتي مجنونة فيي وبتغار كتير علي، بتزعلني عند الصبح وبتراضيني عشي. مرتي مجنونة فيي وبتغار كتير علي، بتزعلني عند الصبح وبتراضيني عشي. تتهمني اني بصبص اني سيني، فاتح قلبي لكل الناس ما برجع للصبح. بتتهمني اني بصباص واني سيئني، فاتح قلبي لكل الناس ما برجع للصبح. شو بدي اعمل يا ناس عهالحالة ما عاد في، حطت على قلبي الحراس بوابي حديدي. مرتي مجنونة فيي وبتغار كتير علي، بتزعلني عند الصبح وبتراضيني عشي. حلوة قوي. عجباكي الاغنيه قوي كمان كمان. يلا 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 كمان. تدعي لي ابقى طفران وجيبي متهوي، بتقلي ان صرت مليان رح تتجوز علي. وبتدعي لي ابقى طفران وجيبي متهوي، بتقلي ان صرت مليان رح تتجوز علي. وشو بدي اعمل يا ناس عهالحالي ما عاد في، حطت على قلبي الحراس بوابي حديدي. مرتي مجنونه فيي بتغار كتير علي، بتزعلني عند الصبح وبتراضيني عشي. اوه اعمل لك بقى زي ما بشوفك في الحفلات. ايوه بالظبط كده. حلوه قوي قوي يا فادي. عارف ليه؟ خفيفه، أغنية خفيفة وكل الستات بيحسوا بيها، يعني أنت بتقول حقيقة. هي كل غنوة في الدنيا بتلاقي ليها سبب طلعت فيه، أو في وقت معين طلعت فيه، أو سبحان الله يعني تبقى ليها. هي جت كده في وقت كان غريب إنه حد يقول مرتي مجنونة، أو يعني في وقتها لقيت إنه مصر يعني الغنوة دي. بس كلنا وقتها كلنا رقصنا عليها وكلنا غنيناها وكنا يعني أول ما تشتغل شفت أنا على طول اشتغلت على طول. بجد كانت جميلة والله يا جيمة. ربنا يخليك. وكمان انت بتغنيها بطبيعية زي ما يكون احساس، وايه جيوبي فاضية وايه يعني هي عايزة لحسن تتجوز عليها. صح؟ هي بتدعي لي يبقى طفران يعني مفلس وجيابي فاضية.
وبتقول لي لو بقيت مليان يعني معاك فلوس هتتجوز عليا على طول، وده الطبيعي يعني، ده او بصباص وبتاع. يعني الواحد لما ربنا يكرمه بيدور على الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه. لا طب قول لي دلوقتي انت وضعك ايه دلوقتي؟ لا دلوقتي فاضي، ما خلصت. خلصت؟ ما عادش عندي يعني ولا زوجة دلوقتي حر طليق ولا رابعه يعني. يعني ما فيش دلوقتي جواز بس فعلا. خلاص. طيب يعني ربنا يسهل يعني. سنجل اهو، يا ربنا يسهل في اللي جاي. سنجل، خلينا في السناجل احسن. اريح. اريح مش كده؟ والله اريح صدقيني. ليه بس ليه كده بتسوق سمعه الستات؟ لا ليه؟ مش بسوق سمعه الستات خالص، انا بحبهم جدا لعلمك يعني. مش مساله تسويق سمعه. بس بيبقى احيانا الواحد على كتر الشغل والاعباء اللي بتجيله وبتاع. ايوه. فبيضطر انه ياخد شويه راحه كده. بس اوعدك ان شاء الله هتجوز قريب يعني ان شاء الله. اوكي ماشي. مصريه ولا لبنانيه؟ والله المرأة مرأة في كل حتة في العالم. طب ايه بيعجبك في المرأة؟ أول حاجة شكلها. شكلها؟ يعني حلو. أول حاجة بتلفت نظري الشكل الحلو. على فكرة عاجبني فيك صراحتك. أيوة كان بجد؟ عادة أي حد بيقعد هنا يقول لي ذكائها، مخها، الشكل آخر حاجة أفكر يعني فيه. يعني عشان أبتدي أتكلم وأعرف الذكاء والمخ، أول حاجة أبص على الشكل العام. لقيتها يعني عجبتني ابتدي اتكلم من هناك. ممكن تطلع مجنونه، ممكن تطلع كويسه، ممكن تطلع حسب الحاجه. بس هي اول حاجه بتلفت نظر الواحد الشيء الجميل، الجمال ده حاجه من عند الله. ف طبعا بيلفت النظر وبعد كده بص يعني. طب احنا عايزين اغنيه تانية بقى، تقولي اغنيه كده تكون انت بتحبها. ماشي يلا. يلا هتغني ايه؟ زي ما تحبي. زي ما انت تحب. فين احنا؟ قول لي يا احمد، قول لي الاسم. اكذب عليك؟ الله، هتقلب عليك اكذب عليك من مرتي؟ اكذب عليك كده مره واحده؟ لا حلو يعني. قوي حلو. لا نقول ايه رايك دلوقتي؟ اكذب عليك يا ماشي اكذب عليك. نفسك تقول اكذب عليك. داخل على طرب احمد على طول. اكذب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو كنت نسيتك همسة اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو كنت نسيتك همسة اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختارلي بري وانا ارسى علي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختارلي بري وانا ارسى عادي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختارلي بري وانا ارسى عادي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختارلي بري وانا ارسى عادي ده انت حبيبي يعني والله حبيبي والله حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يعني والله حبيبي والله حبيبي عشان انت حبيبي
قول يا حبيب، قول يا حبيب، قول يا حبيب، قول يا حبيب، قول 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 يا حبيب. حكمت علينا. مش قادرة أقول لك، مفيش أحلى من كده صوت ولا كلام ولا حاجة حلوة ولا مزيكا نقدر نختم بيها. للأسف إن وقتنا دايما الوقت الحلو بيجري مننا بسرعة. أكيد أكيد بس أكيد طبعاً. طبعا فادي أوعدني إنك هتجيلي هنعملها إن شاء الله مرة تانية. يكون وقتنا كلنا متظبط، يكون وقتنا كلنا متظبط فعلا، ونعيد على الناس ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. قريب قوي 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 ان شاء الله هدعوك على حلقه تانية تكون فيها بقى ونغني ونرقص ونظبط الموضوع كل الحاجات. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب ان شاء الله اشوفكم على كل سنه وانت طيب. بشكرك جدا ونعيد جدا ونعيد كل الناس. ميرسي ليك. بشكرك يا استاذ احمد جدا، شرفتنا يا احمد. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وبالكلام الحلو ده وبالصوت الجميل ده بنختم فقرتنا النهارده. وعيد سعيد عليكم، واستنوني في يلا شو المرة الجاية.